cars.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. اوتو فوكس مرة جديدة بتطلع عليكم مشاهدينا، اكيد مازدا ويك مستمرة والسي اكس 9 اللي جربنا وطوني اللي جربنا كمان. شو بدنا احسن من هيك؟ ميرسي. شو بدي انا احسن من هيك؟ كيفك توني؟ ثانك يو. ماشي اليوم الحال. اكيد بدنا نرجع نذكر المشاهدين بامور عديدة، خاصة التواصل عبر الموبايل اللي كان بهاشتاج معين رح نتابعها، او حتى الرقم اللي عم تشوفوه الواتساب اللي رح يكون له دور كثير اساسي بحلقتنا اليوم. بس بدنا بداية نضوي على السوبر ديل أكيد. اللي مستمر معنا اخر 2017 ان نحن اياد بلشنا بال 2018 اول السنه تنشجع الاشخاص يستفيدوا منه، لكن بعدنا مستمرين. اكيد اكيد نحن دائما على فتره السنه نحن مستمرين باوفرات بتفيد الزبونات تبعنا. اليوم عم نحكي عن 1.99 انترست او نسبه فايده بالسوق، عم نحكي بسندين فور فري على السياره. يعني نحن ما نوفر الطريقه التوفير هي توفر له سندين بيقدر يشتري فيهم اللي بده اياه الزبون على مازدا سي اكس 9، كما انه عندك التقسيط عم بيكون على مش هينه على مازدا سي اكس 9 اللي هي السياره أكيد. الاكبر حجما والاعلى سعرا مظبوط مازدا. رغم هالشيء رح نشوف الديل سوا توني نستعرض البوينتس الاساسيه من هالهوت ديل. طبيعي جورج لما يكون 1.99 انترست اللي هي فايده واطي وسندين فور فري على السي اكس 9 مثل ما عم تقول، سندات عم بيكون لها قيمتها يعني طبعا. سند كبير، ونحن عم نقول على دفعه اولى 30% على خمس سنين، يعني عم تحكي بمينيموم داون بيمنت السند عم بيكون كبير تنوفر الماكسيموم على زبوننا. كما في عندك الانشورنس الوارنتي عم تكون اوبن مايلج فور 5 ييرز، عندك رود اسيستنس 24/7 لحتى نجيب لك سيارتك على الشركه وين ما كانت بلبنان. كما في عندنا البريميوم انشورنس اللي هي بلا فرانشيز بلا ديبريسياسيون، ريبليسمنت كار على خمس سنين ولا ممكن تحط ايدك بجيبتك مع مازدا بالانشورنس، حتى المفتاح بالجيبه بالشركه، مفتاح بالجيبه بتفوت بلا مفتاح على السياره، بتفتح على البصمه وبتدور على ستارت ستوب انجن. توني متابعين حديثنا اكيد معك اكثر وقت نشوف هلا او نستعرض الواتساب اللي هو جزء اساسي من حلقتنا مثل ما ذكرنا. الواتساب اليوم مجرد ما نبعت اسم السياره يعني مثلا مازدا سي اكس 9 عم بيجينا بيلون كامل، الدفعه الاولى قد ايه، صارتنا شهر قد ايه وغيره. طبيعي مع الواتساب نمبر هولنا كثير قصص على الزبونات، يعني بده يجي اللي يفوت على الويب سايت وبده يعرف شو كذا، يعني بنلبك القصه. مجرد ما بعت مازدا سي اكس 9 على الواتساب نمبر رح يوصل لك سبيكس عن السياره، رح يوصل لك سيميليشن تبع البنك مع دفعه اولى 30%، هيك دغري بطريقه كثير هينه، ولينك للويب سايت تبعنا وفيك تسال السؤال اللي بدك اياه. كثير هينه القصه لازم تستعملوها، بننصح كل عم يحضرونا يستعملوها، وعم يجينا كثير كثير. نحن في كثير تواصل صار نحن وزبوناتنا وهذه شغله كثير مهمه. خلينا نشوف على كل حال نرجع نشوف السياره بشكل اوضح، نشوف شورت فيديو عن هالمازدا سي اكس 9 الحلوه اللي معنا اليوم بالاستوديو. The perfect blend of stunning sophistication and family SUV. Get it for your family. Drive it for yourself. Mazda CX-9. كمان التواصل غير الواتساب عم بيكون على الهاشتاج انجوي موفينج فورورد هاشتاج ام بي. السوشيال ميديا اليوم بارت اساسي بحياتنا، مازدا اكيد كمان داخله فيها بقوه. شو بيصير اليوم عبر الهاشتاج؟ يعني عندنا صور وفيديوز اكيد انجوي موفينج فورورد او اي ان بي هاشتاج عم نحكي. مجرد ما حكيت هول الاثنين سلوغان عم تكون مازدا هي يعني التسهيلات للزبون صارت. بس تقول مازدا يعني اوف قد ايه عم يسهلوا لنا، نحن عم نبعت عم نشارك الاكسبيرينس تبع زبوناتنا بفيديوز او بانستغرام فوتوز على مواقع التواصل الاجتماعي، عم نحطها بحلقات معنا حتى نقدر نفرجي زبوناتنا او اللي بدهم يتعرفوا على مازدا قد ايه الطريق رح تكون مفتوحه قدامهم، قد ايه رح يكون في تسهيلات بالنسبه لهم معنا. انا عم بكون على هاشتاج سر التواصل بين الاشخاص اللي معهم المازدا وانتم اكيد بالشركه توني، ورح نشوف كمان هالمره فيديو مهضوم صور اشخاص اكيد جربوا مازدا معهم مازدا اخذوها بمناطق حلوه بلبنان أكيد. وكمان شورت فيديو تصورت بالشوروم كانوا كثير عفويين، صوروا بالموبايل من دون كاميرا بروفيشنال ولا شيء بكاميرا التليفون. رح نشوف سوا ونتابع حلقتنا. بخبركم ماي اكسبيرينس بمازدا. انا صار لي سنتين معي مازدا 2، جبتها من الشركه من هون. جبتها لعدة اسباب، اول شيء برمت كل شركات لبنان ولقيت انه افضل حل هي كانت مازدا.
اول شيء ايزوليشن، ما تسمع صوت انت ماشي على الطريق، سوبر سموث. ثاني شغلي عندك ساوند سيستم بيسطل، الميوزك كتير قويه، السيرفيس بيسطل، جميعا سوبر فريندلي اون تايم، ما بيغلطوا مع زبوناتهم. وانا بنصح كل شخص يجي بالقليل يشوف سيارات مازدا بالشركه، وعن جد اذا قادر اكيد بيشتريها السياره. صراحه كان احسن قرار اخذته انه اشتريت مازدا، لانه سياره كتير حلوه، صغيره ومصروفها حلو، والسيرفيس لما اجى عن جد رائع. اول شيء بروفيشنال، وبعدين في محل، في كافيتيريا، في وقت تقعد، ودريلي برو، بحس حالي هيك قاعده بالبيت. و It's really nice. نرجع على الواتساب. مثل ما قلنا الواتساب رح نوزه كتير بحلقتنا لليوم، مش بس نقدر ناخد بيلان كامل عن السيارة، دور تو دور تست درايف كمان عبر الواتساب عم بتكون توني على الرقم اللي عم تشوفه على الشاشة. أكيد هيدا الرقم هو كل شيء بالحلقة اليوم، لأنه مع التعامل بالمازدا بالمستقبل هو هيدا الرقم نسبيا. بدك تعمل تست درايف تبعات مازدا CX-9 تست درايف، بيوصل CX-9 اللي عندك وين ما انت موجود، بالمكتب، بالبيت، وين ما انت موجود، بتاخذ عائلتك بتروح مطرح ما بدك. من بعد ما تجربه نحن اكيدين انه هالسياره رح تعجبك ورح تجيبك لعنا تنعمل لك احلى ديل، ونخدمك الفايف ستار سيرفيس اللي نحن دائما يعني بنروح بيجي فيها على الشركه دغري بيعمل لها الاوراق وبيجي. انا اكيد من اللي عم بحكي عندي ثقه بالبرودكت، انا عارف انه هذا البرودكت رح يجيب هالزبون لعنا على الشركه، ورح نعمل بدنا احسن ديل معه. توني ختاما نرجع نستعرض معك اكيد، ونذكر المشاهدين بالباكج المهم سبيشال ديل المستمر بمازدا، خاصه على طراز السي اكس 9. اكيد مع 1.99 انترست اللي هي اوطى نسبه فايده بالسوق رح تكون كتير عم تهم كتير من الزبونات. عندنا السندين فور فري على CX-9 عم بيوفر كتير على جيبته زبون. عندك الوارنتي اللي هي اوبن مايلج فور 5 ييرز، يعني كيلومتراج مفتوح، مشي قد ما بدك، ما تعطل هم مع مازدا. كما في عنده عندنا ال 24 اسيستنس على 7 كمان لنكون نحن موجودين حدك وين ما كنت على جميع الاراضي اللبنانيه. الانشورنس هي بريميوم انشورنس، يعني بلا فرانشيز بلا ديبريسياسيون، تصليح بالشركه على 5 سنين. هيدا ذا بيست سيرفيس نحن بنقدمه لزبوننا، هيدا احلى باكج بيمرق معنا دائما يستفيدوا منه. انا برايي بتشكر على كل هالمعلومات. اكيد مشاهدينا بكره سياره جديده وحلقه جديده على ام تي في. الى اللقاء. dealers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.